مشاهدينا اهلا بحضراتكم. شهد سعر الدولار تراجعا ملحوظا في البنوك المصريه وفقا لاخر تحديثات شهر اغسطس، حيث انخفض بحوالي نحو 78 قرشا ليسجل نحو 48 جنيها و67 قرشا اليوم، بعدما كان 49 جنيها و45 قرشا في 21 من اغسطس 2024. ياتي هذا الانخفاض قبيل الاجتماع المنتظر للبنك المركزي المصري في 5 سبتمبر المقبل، الذي سيبحث قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. استمر سعر الدولار في البنوك المصرية في الانخفاض خلال شهر أغسطس ليسجل اليوم نحو 48 جنيها و67 قرشا وفقا لآخر تحديثات البنوك، بينما كان قد وصل إلى 49 جنيها و45 قرشا في 21 من أغسطس 2024. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض على مجريات الأسواق المصرية قبيل اجتماع البنك المركزي في 5 سبتمبر، حيث ينتظر السوق قرارات حاسمة تتعلق بأسعار الفائدة. وفيما يتعلق بأسعار الدولار في البنوك المختلفة، سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 48 جنيها و57 قرشا للشراء مقابل 48 جنيها و67 قرشا للبيع. أما في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي فقد ثبت سعر الدولار عند 48 جنيها و57 قرشا للشراء مقابل 48 جنيها و67 قرشا في مصرف أبوظبي الإسلامي، وكان السعر نحو 48 جنيها و66 قرشا للشراء مقابل 48 جنيها و75 قرشا للبيع. يأتي هذا التراجع في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية باستثناء البنك المركزي بنهاية يوليو بنسبة 2.3% على أساس شهري لتصل إلى 53.8 مليار دولار من 52.6 مليار دولار بنهاية يونيو. وفقا لبيانات البنك المركزي تتنوع هذه الودائع بين ودائع جارية وغير جارية، وتشمل قطاعات الأعمال العامة والخاصة بالإضافة إلى القطاع العائلي. أما بالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء، تراجع الاهتمام به بشكل كبير بعد قرار البنك المركزي في مارس الماضي بتوحيد سعر الصرف، ما أدى إلى توافر الدولار في البنوك بسعر مناسب وأدى إلى انهيار السوق السوداء. وأيضا يجهز البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه المقبل في 5 سبتمبر لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة، حيث يرجح أن يستثمر في تثبيتها للمرة الثالثة على التوالي بهدف الحفاظ على استقرار السوق والتماشي مع تعهدات مصر تجاه صندوق النقد الدولي. وتشير التوقعات إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة سيسهم في كبح التضخم والمحافظة على جاذبية الاستثمار في السوق المصرية. وجاء الانخفاض في سعر الدولار وسط ترقب كبير من الأسواق لقرارات البنك المركزي المصري المقبلة، والتي من شأنها تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة والصرف. هذا يعكس التأثير المباشر للسياسات النقدية على حركة الأسواق والأسعار، مما يدفع المراقبين والمتعاملين إلى متابعة التحديثات اليومية عن كثب للاستعداد لما هو قادم. ومن المتوقع أن يكون اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في 5 سبتمبر محط أنظار الأسواق، حيث تتباين التوقعات بشأن القرارات التي ستصدر عنه. يرجح بعض المحللين أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بهدف الحفاظ على استقرار السوق والحد من التضخم، خاصة في ظل الالتزامات التي تطلبها الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي. وعلى الجانب الآخر، يرى بعض الخبراء أن هناك فرصة ضئيلة لإمكانيات تخفيض الفائدة إذا استمر معدل التضخم في التراجع بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، إلا أن غالبية التوقعات تميل نحو خيار التثبيت نظرا للسياسة النقدية المتشددة وفقا لقواعد البنك لضمان استقرار العملة والحفاظ على جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحللين وأيضا الدوليين. وسيكون القرار المرتقب بالتأثير مباشر على أسعار الدولار والفائدة،
مما يدفع المتابعين إلى ترقب إعلان المركزي وما سيحمله من تأثيرات على الأسواق المختلفة سواء المالية أو النقدية. إلى هنا مشاهدينا الكرام تكون قد انتهت هذه التغطية الاقتصادية، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.